ينضم إلينا من مدريد الأستاذ بشير محمد لحسن، أستاذ بجامعة إشبيلية. أهلا بك سيدي. أهلا وسهلا، أحييك وأحيي كل أستاذ، المشاهدين. نعم أهلا بك. هل تعتقدون أن العلاقات الإسبانية مرشحة لمزيد من التوتر بعد إقحام المغرب لمدينتي سبتة ومليلية في المفاوضات بين البلدين؟ لا أتصور أن العلاقات الإسبانية المغربية ستشهد مزيد من التوتر بسبب هذه الخطوات المغربية لمحاولة تغيير الطابع القانوني لمدينتي سبتة ومليلية، لأنه كل مساعي المغرب في الحقيقة لطارد هذا الملف أو الضغط على إسبانيا باءت بالفشل. ربما تتذكرون أنه في سنة 2018 كان المغرب قد ألغى معبر الجمارك الموجودة بمدينتي سبتة ومليلية، ومنع تجارة التهريب بين المدينتين، تهريب البضائع المختلفة التي تهرب من مدينتي سبتة ومليلية ويعاد بيعها في المغرب. هذه التجارة بالمناسبة توفر آلاف فرص الشغل للمواطنين المغاربة الذين يعيشون في المناطق الحدودية، كما أنها تدر دخلا كبيرا من خلال إعادة بيعها في إسبانيا. هذه الخطوة ساهمت بشكل سلبي على المناطق الحدودية المغربية مع مدينتي سبتة ومليلية، وجاءت بأثار سلبية عكس ما كان يتوقعه المغرب. كذلك الخطوة الحالية الآن، تغيير كلمتي معبر الحدود بمعبر، هذا لن يؤثر على النزاع في سبتة ومليلية بأي شكل من الأشكال، ولن يضغط على إسبانيا، لأنه الاتحاد الأوروبي يقف خلف إسبانيا ويعتبر مدينتي سبتة ومليلية هي الحدود الجنوبية لأوروبا، وبالتالي أي تغيير في هذه المنطقة سيكون له تداعيات على مستوى المفوضية الأوروبية وعلى صعيد الاتحاد الأوروبي، وللمغرب مصالح متشابكة مع الاتحاد الأوروبي ويحتاج إلى المفوضية الأوروبية في كل المواضيع، ولذلك لن يكون هذا له أي أثر جدي في واقع العلاقات بين البلدين. نعم أستاذ، ولكن هل تعتبرون أنه ما أقدم عليه المغرب محاولة لابتزاز إسبانيا لتغيير موقفها من قضية الصحراء الغربية؟ موقف إسبانيا من قضية الصحراء الغربية لا يمكن أن يتغير مهما فعل المغرب. لماذا؟ لأنه لو قارنا تغيير كلمة الحدود بالمعبر بما أقدم عليه المغرب في شهر ماي الماضي من خلال فتح الحدود على مصراعيها وهروب حوالي 14,000 مغربي لدخول إسبانيا في محاولة للضغط المباشر على إسبانيا لتغيير موقفها من قضية الصحراء الغربية، لم يفلح ذلك، و سبب في تغيير صورة الأوروبيين نظرتهم لدى المغرب، أو أنه كانوا يعتبرونه شريك جدير بالثقة أو شريك في الاتحاد الأوروبي في سياسات الهجرة والتنمية وغيرها. وبعد هذه الحادثة عاد الأوروبيون حساباتهم وتأكدوا أنه لا يمكن الوثوق بشكل كامل في الحكومة المغربية، ويمكن أن تقوم بمثل هذه الابتزازات. هذا جاء بأثر سلبي تماما على ما توقعه المغرب. قضية الصحراء الغربية هي قضية ثابتة في إسبانيا ولا تتعلق فقط بالحكومة الحاكمة. رأينا أنه منذ عام 1975 إلى اليوم تعاقبت على إسبانيا الكثير من الحكومات من مختلف الألوان السياسية، من اليمين من اليسار، واليوم حتى يوجد الشيوعيون وأحزاب أقصى اليسار في الحكومة الإسبانية. لم تغير الحكومة موقفها من قضية الصحراء الغربية لأنه يتعلق بحسابات الأمن القومي الإسباني وحسابات المؤسسة العسكرية الإسبانية التي لها موقف ثابت من هذه القضية ولا يمكن أن يتم تغييره. وزير الخارجية الإسباني زار الولايات المتحدة الأمريكية قبل أسبوعين وأعاد التأكيد على موقف إسبانيا الثابت والذي تدعمه الولايات المتحدة الإدارة الأمريكية الحالية المتمثل في البحث عن حل في إطار الأمم المتحدة. وبالتالي هذه الجهود التي يحاول المغرب من خلالها تغيير موقف إسبانيا كما يقول هي جهود عبثية. وربما النقطة الأساسية في هذا الموضوع هي أن إسبانيا تأكدت أنه يمكن أن تتوتر العلاقات مع المغرب، يمكن أن تكون متوترة العلاقات مع المغرب للغاية ولن تتضرر إسبانيا، لن تكون إسبانيا هي الطرف الوحيد المتضرر. إذا كان هناك أثار سلبية على العلاقات فستكون على البلدين، وبالتالي القطع مع أطروحة اللوبي المغربي في إسبانيا أو حتى وسائل الإعلام المغربية التي ترى أن إسبانيا هي الطرف الوحيد المتضرر
من قطع العلاقات أو برودتها بين الطرفين. نعم نحن صحيح. هنا في إسبانيا منذ سنة العلاقات متوترة جدا. نعم. ولم تتضرر إسبانيا بشكل مباشر، وهو ما ربما يعيد حسابات إسبانيا في علاقتها مع المغرب. نعم أستاذ بشير محمد الأحسن، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من مدريد، نشكرك على هذه المعلومات.